القهوة اللي حضرتك طلبتيها يا فندم. أهم حاجة القهوة سادة؟ سادة يا فندم. طب من فضلك دخلها جوه. ما كنتش أتخيل أبداً إن هيجي يوم وتليفوني يبطل رن. في عز شهرتي كانت كل الناس بتقرب مني. كاميرا الصحفيين والإعلاميين كانت متابعاني ليل نهار. افصل الكاميرات. أول ما الأضواء بعدت عني مبقتش مهمة لأي حد. كل اللي كانوا قريبين ليا فجأة اختفوا. ساعتها عرفت الناس دي على حقيقتها، وكتبت عن فضايحهم في مذكراتي. مش عارفة رد فعلهم ممكن يكون إيه، بس خلاص ما بقتش تفرق معايا. لما بدأ الخطر يقرب مني لدرجة إنهم اقتحموا شقتي وفتشوا فيها، وقتها أنا وحد القطارين يبقى أكيد قصده اللي خلاهم يتقشوا ببعض، يبقى أكيد السواق إيه؟ موحد القطرين مينا ينام بحذائه ولا يفارقه حصان. ايه في ايه؟ ايه الدوشه اللي انت عاملها دي؟ يا جدو انت صاحي؟ انا كنت فاكرك نايم كمان. يعني لو كنت نايم كنت هتعمل الدوشه دي برضه؟ انطمك مسلطاك عليها يا ابني. اعمل ايه يا هلو بقى؟ ما انا بجرب السماعات الجديده عشان لسه مستلفهم من واحد صاحبي. يلا لم الحاجات دي انا داخل انام. يلا ماشي. الورق ده انت جبته منين؟ من الكتاب ده. شخصيه مصر؟ اه. هي شخصية مصر بقت تتبعتر دلوقتي تحت السماعات؟ ما انا قلت بقى ايه؟ اعزل السماعات عن الارض عشان الجيران ما يطلعوش يعملوا لنا بوليكه زي كل مره. بوليكه؟ اه. وفين بقية الكتاب؟ لا ما هي كل سماعه خدت اللي فيه النصيب بقى. الشخصية مصر دلوقتي بتتفرش تحت السماعات. يعني اقطع الكتاب ولا اسيب السماعات تعمل لنا هزه ارضيه؟ وبعدين مش انت قريت الكتاب؟ يعني ايه ده؟ هم علموك كده ان الكتاب لما يتقري يبقى قدم. يلا جمع لي الكتاب ده زي ما كان. ماشي. فاهم؟ حاضر حلو. يلا. حاضر والله العظيم هرجع لك كل حاجه زي ما كانت دلوقتي. حاضر. انا كده اطمنت على مستقبل البلد. كان خير. طبعا انا حابه ابارك لحضرتك على القضيه اللي كسبتيها مؤخرا. دلوقتي مصر كلها بتتكلم عن نجاحك. الحقيقه انا بشكركم جدا انكم اهتميتوا انكم تصوروا معايا. انا درست القانون وعاهدت نفسي اني اقوم بتنفيذه والوقوف جنب كل مظلوم. طيب تردد اسم حضرتك في الاوساط الدبلوماسيه رشحك بقوه لتولي مناصب مهمه في الدوله. هل حضرتك على استعداد لده في الوقت الحالي؟ انا بحب اعمل في صمت. موضوع المناصب ده انا مش من هواته. وبعدين الدفاع عن حق المواطن مش محتاج لمنصب، محتاج بس ان احنا يكون في قلوبنا رحمه. انا ما تصورش خالص ان يكون في انسان مظلوم وما دافعش عنه. حتى لو الانسان ده مش هيقدر يدفع اتعاب لحضرتك؟ قطعا. بتجيلي قضايا لحالات انسانيه كتيره جدا وانا بقبلها بدون تردد وبدون مقابل كمان. وغير ذلك مما يضيق الوقت والمساحة بسرده، والذي ما هو إلا نتيجة للحكم الفردي المطلق الذي لا يراقب ولا يحاسب ويستهين بالدستور الذي هو أساس شرعية أي حكم. وسؤالي الأخير، هل هو مجلس للشعب أم مجلس للحكومة؟ أستاذ هلال مزودها أول مرة دي، شكلها كده مش هتعدي على خير خالص. كل مرة بنقول كده وبرضه بتعدي. وبعدين الحمد لله الجورنال بقى ليه شعبية أكتر من أي جريدة قومية تانية. ما طول ما في إقبال على الجورنال ومقالات أستاذ هلال مولعة الدنيا كده، الأمن أكيد مش هيسيبنا في حالنا. ده بدل ما تفرح إن مبيعات الجريدة بقت بتزيد كل شهر عن التاني، صباح الخير يا استاذ هلال. صباح الخير رؤية. انا قريت المقال بتاع حضرتك ومكسر الدنيا على السوشيال ميديا. طب كويس الحمد لله. انت عارف حضرتك لو نزلت صورتك مع كل مقالاتك مش هتعرف تمشي في الشارع. وهنزل صور ليه لما مش هعرف امشي في الشارع؟ يا ابني هريت امي بالفلاش بتاعك ده، ارحمني. عليا النعمه يا استاذ، عليا النعمه. صورتك اتحط على مجله التايمز. يا بطل التطبيل، بطل التطبيل، ده انت شغال في جريده معارضه. ما هو احنا نعرض بره لكن جوه نطبل ونهيص، ما تخلينا نفرح شويه. يعني انت لو ما نزلتيش مع هلال مش هتشتغلي؟ هشتغل، بس انا كنت حابه اشتغل مع استاذ هلال من كتر اللي سمعته عنه، وكمان قريت له مقالاته اللي بيكتبها وعجبني قوي جرأته. هلال كامل ده يا نهى صديق عمري، يعتبر هو اللي اسس الجورنان ده معايا، والحقيقه يرجع له الفضل هو ومقالاته في الشهره الواسعه والانتشار الكبير اللي حققها الجورنان والموقع كمان، رغم ان احنا تقريبا ما كملناش 5 سنين. ما انا عارفه يا استاذ دراز، وعارفه كمان انه انسان مثقف جدا. خلاص يا نهى انا هنزلك معايا. مبسوطه؟ بس خلي بالك يا حبيبتي، لازم تركزي قوي في كل كلمه بيقولها هلال. هلال بيعمل الحرف بتاعه 1000 حساب. حضرتك كده بتقلقني منه خالص. هلال ده حد جميل، ده اطيب خلق الله. تحت امرك يا فندم. الاستاذ هلال لسه ما جاش يا جابر؟ لسه واصل مكتبه حالا يا فندم، وانا هروح اودي له القهوه بتاعته هناك. لا، هات له القهوه بتاعته هنا وروح قول له يجي يشربها معايا. مش هينفع يا فندم، حضرتك عارف ان هو بيحب يشرب القهوه مع الكلمات المتقاطعه. يوه تاني؟ دي عاده مش هيبطلها هلال ابدا. أستاذ دراز بيسأل على حضرتك. خليه يتفضل. لا ده هو بلغني أبلغ حضرتك إنه مستنيك في المكتب. طب شوية كده وهروح له. هو حضرتك بتدور على حاجة معينة؟ كان في ورقة جورنال مكتوب فيها كلمات متقاطعة. دي ورقة جورنال قديمة، أنا لقيتها على المكتب وأنا بنظف فرمتها. أنا مش قايل لك 100 مرة ما تهوبش ناحية أي حاجة موجودة على المكتب. حاضر حاضر يا أستاذ هلال، بعد إذن حضرتك. إن شاء الله هتكسبي القضية، العادي بتاعك يا أستاذ. يا دي الزن. إيه يا عز؟ في إيه؟ بيكلمني كتير ليه؟ يا ماما النهارده عيد ميلاد جده، لازم تبقي موجودة عشان أعملها له مفاجأة. معقولة يا عز؟ بتتصل بيا 5 مرات عشان تقولي كده؟ أنا افتكرت إن في مصيبة. يعني أنت افتكرت إن في مصيبة وبرضه ما كنتش بتردي؟ يا أستاذة لازم ندخل القاعة حالا. اقفل يا عز، اقفل، عندي جلسه مش فاضيه. براءه ان شاء الله. اعرفك نهى مندور، خريجه اعلام قسم الصحافه، اشتغلت في جرايد كتير قبل كده بس سابتها، هتشتغل معانا صحفيه. اهلا وسهلا، فرصه سعيده يا نهى. انا اسعد يا استاذ هلال. على فكره يا هلال، نهى رفضت انها تشتغل في اي جريده حكوميه مع انها طالعه من الاوائل على دفعتها. هي شافت ان توجهاتهم مختلفه تماما عن طريقه تفكيرها. ما شاء الله، اللي زي نهى دلوقتي عمله نادره. وانا جي ايه جنب تاريخ حضرتك يا استاذ؟ مقالك النهارده عامل قلق. ما انا قلت لك من الاول، لو مش عايز الجورنال يتقفل بلاش انا. ليه بقى؟ طول ما احنا بنقول الحقيقه محدش يقدر يتكلم. دراز ده صديق عمري، بس ده ما يمنعش انك تخف في ايدك شويه. ولا صديقي ولا حاجه، ده انا مره قابلته في القهوه لقيت واحد نايم على كرسي كده، ضربته على دماغه صحته. غاده كامل، حاضره عن المتهمه. طلباتك يا استاذه؟ انا يا فندم بطلب التاجيل لحين استدعاء الشهود اللي اساميهم موضحه امام سيادتك، نظرا لاهميه الشهاده بتاعتهم في القضيه. تؤجل القضية لجلسة 24 مارس 2018 رفعت الجلسة. تأجيل ليه يا أستاذة؟ أنا عارفة أنا بعمل إيه. اطمني يا حبيبتي، هتطلعي. يا بابي أنا مش قادرة أقعد هنا، أتصرف، خرجني. أهم حاجة إنك تبقى عارفة معاني الأشياء عشان تقدري تفسريها. معلش أنا آسف، قلت لي اسمك إيه؟ نهى يا أستاذ. نهى، اسم جميل نهى. عارفة معناه إيه؟ لأ. نهى يعني العقل. بجد أنا مبسوطة أوي إني هشتغل مع قامة صحفية كبيرة زي حضرتك. أه أنت كده بقى دخلت غلط. ليه بس يا أستاذ؟ عشان بتمدحي فيا من غير ما تعرفيني. الأسلوب ده يبقى في الجرايد التانية، هنا لأ. بالعكس يا أستاذ، أنا عارفة حضرتك كويس أوي، أنا قريت مقالات لحضرتك وعملت سيرش على النت وعرفت عنك كل حاجة. مش كل حاجة تقريها وتسمعيها تصدقيها. أنا كنت متابعة حملتك الصحفية عن حادثة قطر السعيد في 2013 وحملتك ضد المسؤولين عن تسمم تلاميذ المدارس في ملاو وإخميم وأبو حماد 2017، وقريت كمان عن هجومك للحكومة في 93 بسبب خصخصة الشركات العامة. طب سين، في 5 ذو القعدة سنة 1995 كنت بعمل إيه؟ ما كنتش بتعمل حاجة حضرتك، عشان أقلوك من منصب رئيس التحرير في الجريدة القومية وقتها. الله، ده أنت مذاكراني بقى. أيوة طبعًا يا أستاذ، أنا متابعة حضرتك من وأنا بدرس في الجامعة، وبصراحة كنت مستغربة قوي، إزاي كنت ماسك منصب كبير زي ده وفضلت تهاجم وتعارض في قرارات الحكومة؟ بص يا نوها، الدنيا دي قامت على النقيضين، في خير تلاقي قصاده شر، في جنة قصادها نار، في حكومة قصادها معارضة، وأنا معرفش أكون غير في المعارضة. عشان كده أنا معجبة بقلم حضرتك. أه قولي كده بقى، بتمدحي فيا عشان عينك على القلم. ماما رجعت من الشغل يا منى؟ لا لسه. طيب يا حبيبتي. طب بابي، هو ممكن اخرج مع اصحابي النهارده؟ لما ماما ترجع بقول لها. بس هي بتقول لي لا. وبعد اللي حصل ده لازم تقول لك لا. بابي بس انا منى، انا راجع من الشغل تعبان وعايز ارتاح، عندك اجتماع بالليل. لسه بتفرش؟ ايه اللي جابك متاخر النهارده؟ انا مش جاي متاخر، انا جاي من بدري، بس كنت متدحوي كده على جنب لغايه ما البلديه تمشي. ما انا قايل لك اعمل ترخيص بالمكان عشان ما تقلبش دماغك كل شويه. والله انا عايز يا استاذ هلال، بس هم اللي مش عايزين. انا عايز كتاب شخصيه مصر الجزء الرابع، عندك؟ عينيا الاثنين، لحظه واحده. اتفضل يا استاذ هلال، الجزء الرابع اهو. خد التاني ده كمان معاه. حاضر. استنى. وده. حاضر. ثانية واحدة. خد ده كمان. عينيا الاتنين. حسابك كام؟ ده كلام برضه يا استاذ هلال، هو حضرتك غريب؟ يعني ما بعدين يا استاذ هلال، يعني هو حضرتك ما تأجلنا تاني برضه. ثانية واحدة أحطهم لك في شنطة. كل سنة وأنتم طيب يا هلو. عيد ميلادك. عيد ميلادي؟ عيد ميلادي اه. امال عيد الرعب بيبقى عامل ازاي؟ ادي هديتك. الله حلوه قوي. حلوه يا زيزو. تعرف يا زيزو انا ما بحبش يوم عيد ميلادي ده. ليه بس؟ هلو دراز، انتوا عاملين رباطيه عليا ولا ايه؟ كل سنه وانت طيب يا صديقي. وانت طيب يا حبيبي، وانت طيب. عن اذنك بس هخش الحمام، الواد زيزو اصله عمل فيا عمله خلاني على الاخر. براحتك. اتفضل براحتك. زيزو عامل ايه؟ حد جدع قوي، حلوه المفاجاه اللي عملتها لجدك دي. امال امك وخالك فين؟ انا كلمت ماما كان عندها شغل وبعد كده قفلت وكلمتها تاني كنسلت عليا. وخالك؟ موبايله مقفول برضه. هو بلاد ايه في الحاله دي؟ يا دكتور احنا من ساعه ما حطينا له الاكل وهو طلع ضرب في العنبر كله. خليك انت هنا انا هتصرف. حاضر يا دكتور. ايه ده يا ابو السيد؟ انا خلاص قفلت الباب، مفيش حد هيدخل تاني. انت مش مصدقني؟ واحنا مش صحاب ولا ايه؟ بعدين ده انا جاي عشان افرحك. انا بلغتهم انك لازم ترجع التدريب زي زمان عشان تجيب لنا بطولات زي الاول. بص بقى يا بروسلي، أنا حضرت لك الحقنة اللي هتدي لك الطاقة، وأنت ما ينفعش ترجع التدريب وتبان قدام زمايلك مش أقوى من الأول. يلا بقى بطل، هديك الحقنة عشان لازم أتصور معاك بعدها، وأنا ما أضمنش لما تبقى نجم مصر في الكونغ فو إنك ترضى تتصور معايا ساعتها. يلا. هنفضل قاعدين مستنيين كتير؟ اقفل يا ابني مفيش حد هيجي. استنى بس يا هيلو، انا ماما مأكدة عليا انها جاية. ايوه يا عز، في ايه؟ ايه يا ماما اهي ردت اهي. انت فين يا ماما؟ في اجتماع مهم ومش هينفع اجي. خلصنا؟ مش هتلحقي تيجي؟ طب انا هسيب المكالمه مفتوحه بقى علشان تطفي معانا الشمع. ماشي يلا. هابي بيرثداي. هنقعد نقول هابي بيرثداي وسنه حلوه يا جميل ويلا حالا بقى. ايه ده؟ خلاص كل سنه وانت طيب يا حبيبي. كل سنه وانت طيب يا استاذ هلالي. اهلا وسهلا فؤاد بيه. هي الحكومه منعت اعياد الميلاد؟ اوعى تقول ده فؤاد بتاع امن الدوله. لا ده مش بتاع امن الدوله. طب الحمد لله، ده بتاع الامن الوطني. استاذ رنا. راح فين؟ معلش اشوفك بكره؟ شفتك بكره فين راح فين؟ خلاص طيب يا حبيبي، فرصه سعيده بقى. هو دخل ازاي؟ مش عارف، ومش احنا مغيرين الكلام من شويه. انا اسف اني فاجئتكم. لا ابدا، ما فيش حاجه، ده انت يعني مشرفنا والله، احنا متعودين على كده. مش حضرتك جاي برضو تهنيني بعيد ميلادي ولا ها؟ ايه النظام؟ لا انا جاي ادردش معاك شويه. هو في حاجه قال له؟ لا مفيش، فؤاد بيه لو كان جاي بالصوره الرسميه ما كانش جه لوحده، كان هيجي بقى ومعاه بالك انت. مش هتهدى بقى يا هلال وتريح نفسك وتريح اللي حواليك؟ ومين قال لك ان انا تعبان؟ انا مبسوط قوي كده. انت مبسوط بس طول الوقت معيش اهلك في قلق، حتى مراتك الله يرحمها كانت بتعاني من خوفها عليك، وانا اذا كنت بقدر اساعدك زمان مش عارف اقدر اعمل ده دلوقتي ولا لا. وفي ناس كتير متضايقه من اللي انت بتكتبه يا هلال. انا مش برمي الناس بالتهم، انا عارف ان مقالاتي بتضايق ناس كتير، بس انا متعود اقول الحقيقه وهم متعودين يكذبوا. طب واللي كتبته من يومين عن رئيسة لجنة حقوق المرأة؟ دي وليه نصابة وحرامية، أنا أعرفها من أيام ما كانت معايا في المدرسة، كانت بتسرق السندوتشات بتاع الصعبطة. والله السندوتشات تبدو مقدور عليها، إنما مقالك الأخير اللي بتهاجم فيه الحكومة غريبة. جاي تكلمني لما مقالي ضايق الحكومة، طب ما كلمتنيش ليه لما الحكومة ضربت الأسعار في 3 وضايقت كل الناس؟ أنت اتغيرت على فكرة فؤاد بيه. أنا زي ما أنا، بس المشاكل اللي بتحصل دلوقتي بقت أخطر بكتير من أيام زمان يا هلال. طيب وده إيه علاقته بيا؟ في ناس حواليها شبهات كتير، منهم ناس معاك في الجورنال، وعايزك تساعدنا. يعجبني فيك إنك ما بتيأسي. شوف أنا أعرفك يمكن من أيام ما كنت نقيب، ولسه بتحاول معايا لغاية دلوقتي. طب ما سألتش نفسك التمويل اللي بيجي للجورنال اللي أنت شغال فيه بيجي منين؟ من راجل الأعمال اللي بيدير الجورنال، وده راجل محترم وسمعته معروفة للكل. تفتكر؟ معلوماتك مش كاملة يا هلال. عموماً خليك فاكر إن ده اختيارك. ما تقلقش، أنت مش هتشوفني تاني. يعني نقول مبروك الترقية الجديدة؟ عرفت إزاي؟ أصل مش معقول الجهاز هيستغنى عنك بالسهولة دي، بدليل إنك أنت قاعد معايا دلوقتي وبتتكلم في الشغل، يبقى أكيد اترقيت وفي حد تاني هيمسك الملف بتاعي. سلام يا هلال. سلام يا فؤاد.